وللمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من صيدا في جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادة. أهلا بك سارة. إذن في البداية ما الذي يمكن أن نعرفه أكثر عن ربما آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالغارات الأخيرة التي استهدفت لبنان وخاصة على ما يبدو في مدينة صيدا بالتحديد أو منطقة صيدا؟ نعم رامي، للمرة الأولى يتم استهداف قرى قضاء صور بالبوارج الحربية الإسرائيلية. سمع القصف بالقذائف الثقيلة جدا في محيط بلدة رأس العين. أما على مستوى البلدات الجنوبية الأخرى تستمر الغارات الإسرائيلية العنيفة إن كان على طير حرفة وصولا إلى الغندورية والنقورة والشهابية وكفر حتى وكفر ملكي، بالإضافة أيضا إلى تفجير الجيش الإسرائيلي لأحياء سكنية كاملة إن كان في مارون الراس أو حتى في عيترون. فيما يخص بلدة لخيام، حتى الساعة تمكنت فرق الصليب الأحمر مع اليونيفيل من انتشال 4 جثامين من تحت الركام، وما زال حتى هذه الساعة العمل جاري على انتشال مزيد من المفقودين تحديدا في وطى لخيام. بالإضافة إلى ذلك كان هناك اليوم غارة طالت بلدة كفر رومان، أيضا غارة منتصف الليل ليل أمس على زبدين أدت إلى سقوط مواطن مع ولديه. هذا بالإضافة أيضا إلى الاستمرار بقصف المعابر الحدودية مع سوريا، إن كان بقصف اليوم طال معبر حدودي لجهة بلدة حوش السيد علي في الهرمل. أما على مستوى مدينة صيدا ما زلنا نسمع الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض جدا، بالإضافة إلى المسيرات الإسرائيلية التي لا تغادر سماء المدينة، وذلك بعد استهداف طال يوم أمس نقطة حاجز للجيش اللبناني وتحديدا عند جسر الأولي، وأدى إلى استهداف سيارة واشتعالها وسقوط كل من بداخلها في هذا الاستهداف الإسرائيلي. نعم أيضا سارة، فيما يتعلق ببيانات حزب الله لليوم، ما أبرزت الإشارات يعني التي جاءت فيها؟ على مستوى حزب الله أعلن في بيانات متلاحقة عن سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات إسرائيلية، إن كان باستهداف مستوطنة كريات شمونة، أيضا مستوطنة مسكف عام ومستوطنة مرجليوت بالصواريخ، بالإضافة أيضا إلى منذ قليل إعلانه في بيان أيضا جديد عن استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل بصلية صاروخية نفذها عصر هذا اليوم، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار باستهداف أو قصف تجمعات لجنود إسرائيليين عند عدة محاور، ومنها تحديدا محور مارون الراس حيث تتركز عمليات الجيش الإسرائيلي من أجل استهداف المنشآت التابعة لحزب الله ومحاولة إبعاده عن الحدود. نعم شكرا جزيلا لك سارة على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كانت معنا مباشرة من صيدا جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادة.